جلسات الحوار الوطني لسه مستمرة وعلى هامش انعقاد الجلسات. معنا لقاء مع النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، نتعرف منه على ما تم طرحه في اللقاء. اللقاء أجراه الزميل مصطفى ميزار. خلينا نقول ان احنا في حالة غير مسبوقة في عمر السياسة المصرية، في عمر الحياة السياسية المصرية. يمكن كان في قبل كده حالات حوارية، ولكن ما كانتش بهذا الحجم وهذا التحضير الجيد اللي خليني قبل اي حديث ان احنا فعلا لابد ان احنا نوجه الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعي لهذا الحوار، وهو دعاه من باب حرصه على الدولة المصرية وعلى مصلحة الدولة المصرية. وبعد اطمئنانه الى الحالة استكمال مؤسسات الدولة والحالة التي وصلت منها مصر اليها مصر من استقرار اقتصادي وامني وخلافه، ادى بها ان احنا دعوة لهذا الحوار ليكون دعوة حوارية ما بين كل اطياف المجتمع المصري، ليس مقصورا على فئة بعينها، ليس حوارا ما بين فئة وما بين الحكومة كما يتخيله البعض، او ما بين فصيل المعارضة او فصيل الموالاة، لا، هو حالة حوارية. نتمنى من الله ان تكون هذه الحالة الحوارية مستمرة معنا كشعب وكسياسيين الى ابعد مدى، تكون حالتنا المستمرة او الحالة العامة بتاعتنا هي حالة حوارية. ثقافة لابد ان تتولد الى داخل كل مواطن مصري ولا كل سياسي مصري، ان نتقبل سماع وجهة النظر الاخرى وان نتقبل المشاركة من الاخرين في القرار. ده بيوصلنا في النهاية للحالة اللي انت حضرتك شايفها النهاردة، زخم كبير جدا 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 في الأفكار والأراء، الكل مساحات مشتركة ما بين الأطياف السياسية. قد يعني خليني ان انا اقول لك، على الرغم من متابعاتي الجيدة ومشاركاتي مع كل السياسيين، الحالة اللي انا شفتها الآن داخل الحوار الوطني يمكن ما كنتش متخيلها وانا بعيد عن الحوار الوطني وانا في الخارج، ما كنتش متخيل مدى المساحات المشتركة. القضية الأساسية كما دعا إليها السيد الرئيس وكما قال ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن القضية، بالفعل هذا المبدأ انا اراه متحققا داخل أروقة الحوار الوطني. الكل مشارك، هدفه الأساسي هو ان نصل بمخرجات لصالح الوطن والمواطنين، الكل مشارك من أرضية وطنية، الكل بدأ يسمع ويصل إلينا ثقافة الحوار، نسمع لبعضنا، نشارك بعضنا الآراء. يمكن أنا حتى كحزب مستقبل الوطن من اليوم الأول أعلنت أنا داخل الحوار الوطني ولست بأفكار جامدة، ليس متمسكا بأفكاري، أنا عندي استعداد كحزب مستقبل الوطن أن أتقبل أفكار الآخرين إذا رأيت فيها أنها لمصلحة الوطن والمواطنين، بالتالي ممكن ان انا اغير من بعض افكاري ومن بعض رؤايا. فدي هذه الحاله لابد انا شايفها انها موجوده داخل الأروقة. التطبيق الفعلي معالي النائب عصام، التطبيق الفعلي لشعار المؤتمر وهو مساحات مشتركه تسعى الجميع وتكون من اجل الجميع ومن اجل المجتمع ككل، ده يعني حضرتك اشرت لي، وانا طبعا عندما اتابع الجلسات الحواريه في الداخل يعني ارصد هذه الصوره بالفعل. لكن اتحدث اليوم عن المحاور كلها مهمه، لكن محور اليوم هو المحور السياسي الذي يتحدث عن عدد اعضاء المجالس النيابيه المنتخبه طبقا او مع الزياده السكانيه المنتظره والمتحققه على ارض الواقع. ما الجديد داخل المحور السياسي؟ خليني اقول لحضرتك، اهو ده محور او دي لجنه النهارده او كانت مشاركات تطبيق فعلي لما قررناه حالا. الجميع يكاد ازعم ان الجميع اتفق على المستجدات والزياده السكانيه بتستلزم ان يبقى في زياده في اعداد اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن الاختلافات في ايه بقى؟ الاختلافات ان احنا نوضع محددات هذه الزياده، الارقام اللي في الزياده دي تبقى قد ايه؟ على اي اساس ازود؟ يمكن احنا برضو حتى من وجهه نظرنا كمستقبل وطن وطرحناها داخل اروقه الحوار، قلنا ان احنا ما عندناش مانع ان احنا نزود في زياده اعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولكن لابد قبل ما انا اتخذ قرار بزود الرقم قد ايه او انا ازود او اوسع في الدوائر او اقلل في الدوائر او ايا من كان التوافق على ايه، ان انا يبقى عندي حصيله او احصائيه حقيقيه من الاجزاء الرسميه للدوله بعدد سكان مصر في 25، وابدا اعمل المقارنه ما بينها وما بين عدد سكان مصر في 20، وابدا زي ما حصل وفي حكم احد احكام المحكمه الدستوريه العليا اللي وضعت العتبه الانتخابيه، ابدا بناء عليه ابدا احط العتبه الانتخابيه لصوت المرشح، وبناء عليه ابدا تقسيم الدوائر. يبقى من المبدا الكل متفق على زياده المقاعد. الاختلاف في ايه بقى؟ نزود قد ايه؟ ف
فكل منا أدلى بدلوه في على أي أساس تتم هذه الزيادة. التنوع في الآراء والاختلاف في الآراء وفي وجهات النظر يعني صحي لمخرجات الحوار بشكل عام؟ بالتأكيد لا، وكمان أنا عاوز أشير لظاهرة صحية جدا جدا فضل. أنا شفتها النهاردة برضو أن الجميع جاهز بدراسات كاملة، يعني أنا كمستقبل الوطن قدمنا دراسة كاملة في هذا الشأن. أنا شايف برضو كل التوجهات السياسية وكل الأحزاب السياسية المشاركة مقدمة دراسات كاملة في تأييدا لوجهة نظرها. ده برضو يقول لي أن لا، الجميع مهتم، الجميع مشارك، ان الجميع ودي كانت فرصه حقيقيه لابد ان احنا نقولها برضو احنا لاحزاب سياسيه. الحوار الوطني فرصه حقيقيه ان انا انشط كوادر الحزبيه وانشط عملي الحزبي وانشط تنظيمي الحزبي وانشط زي ما بيقولوا كده بنك المعلومات اللي عندي، ذاكره المعلومات اللي عندي. فبالتالي انا ده شفته داخل الحوار الوطني. النقطه الثانيه برضو اللي كانت اثيرت داخل الحوار الوطني والنهارده اللي هو التفرغ، ودي قضية برضو كانت قضية من القضايا المهمة، الجميع متفق على التفرغ، وده برضو يبين لنا قد ايه المساحات المشتركة اللي ما بيننا كلنا. ولكن الاختلافات في ايه بقى؟ البعض يقول طيب التفرغ، اذا كنت انا بقول التفرغ لاصحاب المهن الحكومية او الوظائف الحكومية، طب اصحاب المهن الحرة ده بالنسبة لهم هيبقى فيها ضرر كبير جدا جدا. وده ينقلنا لقضية مهمة وهي قضية هل التفرغ وفقا لنص المادة 103 من الدستور هو حق ام التزام؟ هو حق للعضو ده اللي احنا هنشوفه وما ستسفر عنه في الايام القادمة ان شاء الله تعالى. اختم حواري معك سيادة النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الاختلاف على قضايا الوطن لا يفسد للوطن قضية. يمكن زي ما سمعنا هذا اللقاء مع نائب عصام هلال وزميلنا مصطفى مزار، واللي بيعبر فيه وبيقول ازاي في حاله من حالات الصراحه، حاله من حالات المواجهه والمكاشفه، ومفيش يعني فصيل مستبعد في هذا الحوار. المعارضه لها كل الاحترام والتقدير، الموالاه ايضا لها كل الاحترام والتقدير طالما في مصلحه المواطن المصري.